هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أهلا بكم. هذه نشرة المشرق العربي، نستعرض فيها أبرز الأحداث والتطورات في لبنان. نتابع أيضا زيارة الرئيس العراقي إلى ألمانيا، وفي سحر المشرق نتأمل واحدا من أكثر الفنون الشعبية بقاء وبهجة، هو فن الدلعون الفلسطيني. فأهلا بكم. أهلا بكم من جديد. نبدأ من لبنان، حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن جدول أعمال الجلسة الحكومية سيكون عنوانه الأساسي هو ملف الكهرباء، مؤكدا أن نصاب انعقادها متوافر. وقد لفتت مصادر حكومية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت في الساعات الماضية موافقة من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور هذه الجلسة. ينتظر أن توجه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها لتنعقد قبل ظهر يوم الاثنين المقبل أو في صباح يوم الثلاثاء. ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر سكايب من بيروت الدكتور حسن الدر، الكاتب والباحث السياسي. بعد تحية سيدي، إذن هنا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو إلى جلسة حكومية. هذه الجلسة سوف يكون العنوان الرئيسي فيها هو ملف الكهرباء. فكيف يمكن هنا أن يستجيب الفرقاء اللبنانيين في مجلس الوزراء إلى هذه الجلسة لبحث هذا الملف المهم؟ صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. صحيح، هذه الجلسة هي محل جدل في لبنان. هناك فريق سياسي، التيار الوطني الحر، فريق رئيس الجمهورية السابق، يعارض عقد جلسة للحكومة بغياب رئيس الجمهورية. حجته في ذلك أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يتولى أن يكون مقام رئيس الجمهورية، وهذا يعتبر حسب وجهة نظره تعدي على صلاحيات المسيحيين بين مزدوجين، ولكن هذا خطابه. في المقابل، الفريق الآخر، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه أيضا عدة أفرقاء سياسيين آخرين وهم أكثرية في البلد، بالمنطق الدستوري بالمنطق الأمور أنه يجب تسيير أمور الناس، والدستور اللبناني كما كل دساتير العالم ينص على أنه لا يجوز أن يكون هناك فراغ مطلق. فبغياب رئيس الجمهورية، هذه الحكومة صحيح هي حكومة تصريف أعمال، ولكن هناك أمور طارئة لا يجب أن تتأجل، من ضمنها أنه هناك بواخر في البحر تقف منذ فترة. كل يوم يدفع اللبناني أكثر من 70,000 دولار ضريبة جزاء تأخير، وبالتالي يجب فتح اعتمادات، يعني إصدار مرسوم من مجلس الوزراء وفتح اعتماد من مصرف لبنان لإفراغ هذه الحمولة. في هذه النقطة دكتور، في هذه النقطة بالتحديد دكتور، يعني لا نريد أن نغادرها لأنها مهمة جدا، لأن ميقاتي هنا يرفض يعني الوقوع في كمين إيجاد صيغة لدفع سلفة الكهرباء خارج إطار مرسوم قانوني يصدر عن مجلس الوزراء. هذا بالتأكيد تعرفه دكتور، لكن هو إذن لن يقبل بمظلة يعني قانونية غير إلا بمظلة قانونية غير مسقوبة لفتح اعتمادات هذه المستندات. لا يوجد أي مظلة قانونية خارج الدستور. في الدستور يجب أن يكون هناك مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويجب أن يفتح الاعتماد من مصرف لبنان بناء على ذلك المرسوم. أي صيغة أخرى هي خلاف الدستور وخلاف القانون. وبالمبدأ، هناك في مبدأ بالدستور أنه الحكومة القائمة أيا كانت واجبها، واجب رئيس الحكومة والوزراء، تصريف الأعمال وتسيير أمور الناس. هل هناك أستاذ الكريم أي مرفق أهم من الكهرباء؟ وهل هناك حاجة أكثر من أنه المواطن اللبناني اليوم الدولار يلامس 50,000 ليرة في ارتفاع غير مسبوق بتاريخ لبنان؟
ولبنان يدفع يوميا بحدود 70,000 دولار ضريبة على بواخر موجودة في البحر. فأي مسألة مهمة للبناني أكثر من هذه المسألة لكي تسير الأعمال فيها. نعم. المسألة عزيزي الكريم هي مسألة سياسية بالنسبة للتيار الوطني الحر، والوحيد الذي يرفض عقد هذه الجلسة. باقي الأفرقاء كلها ستحضر، ونصاب الجلسة مؤمن، هناك أكثر من الثلثين، وبالتالي الجلسة القائمة بين الخميس والجمعة. لكن هذا التوتر كما تحدثت دكتور، يعني ما بين ميقاتي وما بين يعني رئاسة التيار الوطني الحر الممثلة في الفريق السياسي للرئيس الجمهوري الأسبق ميشيل عون، هل هناك ثمت بوادر لحلحلة الأمور وإزالة التوتر ما بين الجانبين حتى يمكن أن تسير هذه الجلسة بشكل يعني سريع وبسيط وسهل؟ الجلسة قائمة بدون تيار الوطني الحر، عقدت جلسة سابقة. حتى لو اعترض التيار الوطني الحر، بالآخر هناك مواطنين في لبنان وهناك مصالح الناس يجب أن تسير. المرة الماضية عزيز الكريم، ولكن لتذكير المشاهدين، كانت الجلسة أحد أهم بنود الجلسة هي مسألة أمراض السرطان ودواء السرطان، واعترض التيار الوطني الحر. فإذا اعتراض التيار الوطني الحر لن يلغي الجلسة. نعم. ولكن هل يمكن أن يصبح لا ليس هناك حل. التيار الوطني الحر يستغل هذه المسألة لتجييش الشارع المسيحي بحجة أن المسلمين يستولون على صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي صلاحيات المسيحيين، وهذا كلام فارغ لا أصل له ولا معنى له. إذا نرى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الجلسة. لو سمحت لي، تفضل. الجلسة فيها أكثر من ثلثين، وبالتالي هناك تيار المردة لا أحد يزايد على مسيحيته حاضر، الممثل الأرمن حاضر، هناك عدة مسيحيين حاضرون في هذه الجلسة. نعم، إذن هو ملف مهم حقيقة، يعني كما قلت يعني دكتور حسن الدر الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا سيدي. في لبنان أيضا، حيث أعلن الجيش اللبناني أن قواته أطلقت النار على مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد. قال الجيش في بيان له إن دورية العسكرية اللبنانية في وادي هونين بشمال البلاد لاحظت اختراق طائرة إسرائيلية بدون طيار الأجواء اللبنانية وحلقت فوق الدورية، ما دفع بالقوات اللبنانية إلى إطلاق النار باتجاهها. وإلى الشأن العراقي، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد أن تراجعت واردات الوقود الأحفوري من روسيا. أعرب شولتز في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين عن رغبته في أن يكون العراق شريكا لألمانيا بتصديره للبترول. تجري ألمانيا محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. فقط على عكس الماضي، لن نعتمد على الموردين الفرديين، وسيكون العراق شريكا لنا في استيراد الغاز والنفط إلى ألمانيا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن ألمانيا قدمت الكثير لبلاده لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، كما أضاف السوداني أن بلاده وألمانيا يعتمدان نهج العلاقات المتوازنة. هذا الاجتماع الذي سوف يؤسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا، كانت هذه العلاقة على مدى التاريخ علاقة متميزة وشهدت دعم واضح من ألمانيا للعملية الديمقراطية في العراق، فضلا عن الدعم العسكري والأمني أثناء الحرب على داعش. أيضا وجود الفرقة أو الفريق الاستشاري التدريبي والذي يعمل مع القوات الأمنية العراقية، كل ذلك محط تقدير وثناء. ولا ننسى الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته ألمانيا وخصوصا في المحافظات والمناطق المحررة.
هذا وقد دعا رئيس الوزراء العراقي شركات الألمانية للاستثمار في مجال الغاز مشيرا إلى امتلاك بلاده عددا من المشروعات الاستراتيجية. أكد السوداني أن اتفاق بلاده مع شركة سيمنز يهدف إلى تحسين عمليتي النقل والتوزيع وإلى زيادة إنتاج الطاقة. الملفات التي كانت خاضعة للنقاش في أثناء هذه الزيارة هو طرح فرص استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وكذلك الغاز الطبيعي وأيضا استثمار في قطاع البتروكيماويات. هذه الجوانب مهمة جدا لتوليد فرص عمل لتأمين احتياجات العراق والمنطقة. العراق بلد يمتلك موارد طبيعية هائلة وموارد بشرية قادر أن يكون محور للاقتصاد في المنطقة والعالم. نعم، لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات أخرى إضافة إلى شركة سيمنز في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. هذا ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية سيدي، إذن هنا محادثات تجرى ما بين الحكومة الألمانية ونظيرتها في العراق، ترى أهمية هذه المحادثات وخاصة بالنسبة للجانب العراقي في مجال استيراد الغاز الطبيعي؟ بداية مساء الخير زميلي الفاضل وتحية طيبة ولجمهور قناة الطوم وشكرا جزيلا إلى هذه المقابلة. الحقيقة زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا تأتي في وقت حساس ومهم، كون العراق اليوم لديه الرغبة الكاملة للانفتاح على المجتمع الدولي والدول الأوروبية ودول المنطقة في تحسين موضوع عملية الإعمار وتحسين مسألة الطاقة الذي يعاني منها العراق طويلا وعانى منها العراق طويلا نتيجة مرور العراق بظروف صعبة مثل محاربة الإرهاب وغيرها. بالتالي العراق هو الآن بحاجة إلى عملية الإعمار وبحاجة للانفتاح على الدول الرائدة والكبيرة ذات الاقتصادات المهمة مثل ألمانيا وغيرها لمساعدته في البدء بعملية الإعمار بشكل فعلي. طبعا العراق أيضا عانى من مشكلة ربما اعتماده على الدول في عملية الإعمار. هذه الدول لم تقم بالدور المحمود، لم تكن شركاتها جيدة بالقدر الأساس، أو لم تكن هناك دراسات كافية أيضا ورغبة لأن تكون عملية الإعمار جادة وفعلية ومنعكسة على المجتمع العراقي. إذن هذه الزيارة تأتي أهميتها من وجود دول مثل ألمانيا وغيرها أيضا لها الرغبة في عملية المشاركة في الإعمار العراقي. نعم، يعني إذن هنا يعني طبعا العراق ما معروف يعني سيدي من الدول الغنية بالنفط، يعني إنتاج النفط والغاز الطبيعي. إذن يعني هذه الشراكة مع ألمانيا هل يمكن أن تكون في المستقبل بداية طيبة أيضا كما تحدث السيد أحمد حول اشتراك هذه الدول في استيراد النفط والغاز الطبيعي من العراق وبالتالي إعمار العراق داخليا؟ طبعا بكل تأكيد أن العراق انفتح سابقا على فرنسا وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الفرنسي في عملية استثمار الغاز المصاحب، واليوم ينفتح على ألمانيا في عملية تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة وعملية أيضا صيانة الشبكة الكهربائية. أيضا كان هناك مذكرات لتدريب الكوادر. هذا يعطينا انطباع أن العراق لديه رغبة كاملة بالانفتاح كما قلت على الدول الكبيرة والمهمة وخصوصا في مجال الطاقة مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها. بالتالي هذه الدول ممكن أن يكون لها دور كبير ودور حقيقي في إعادة عملية الإعمار في المستقبل القريب. نعم. لا سيما العراق اليوم يتمتع باستقرار أمني واستقرار سيادي واستقرار اقتصادي يؤهل هذه الدول للدخول بقوة إلى السوق العراقية وتنفيذ المشاريع التي تنعكس إيجابا على صحيح. المجتمع العراقي. وهنا يأخذنا إلى نقطة مهمة يعني سيد أحمد، وهو أنك الآن سوف تتجه إلى عملية نقل، عملية توزيع، طبعا نقل شحنات محتملة من العراق إلى ألمانيا. يعني طبعا هذا يؤدي إلى وجود يعني مهمات لوجستية معينة، وجود كوادر بشرية، وجود طاقات أيضا تحسبا لأي عملية نقل أو توزيع إلى أي دولة. بالتأكيد العراق يعني قد وضع خطة كاملة
لعملية العمليات المرافقة لهذه العمليات، عمليات تحسين الطاقة، عمليات تحسين البنى التحتية النفطية، وبالتالي هو طبعا يمتلك الموانئ وممكن أن يعتمد على شركات كبرى من دول أخرى. أنا أكدت لك أن العراق منفتح على جميع الدول، منفتح على جميع الجهات، لا سيما في إعادة عملية الإعمار. حكومة السيد السوداني وضعت ضمن أولويتها وضمن جدولها الحكومي عملية إعادة الإعمار، وركزت على جانب الطاقة، جانب الكهرباء، وجانب تطوير المجال النفطي. إذا العراق سوف يقوم بكل ما في وسعه لإنجاح هذه العملية، لا سيما العمليات اللوجستية التي تؤهل أو تمهد لهذا التعاون الكبير مع ألمانيا وغير ألمانيا. أشكرك جدا على هذا الطرح وهذه التفاصيل عبر سكايب من بغداد، أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة. نبقى مع العراق، حيث يعقد البرلمان العراقي أول جلسة برلمانية في السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. من المقرر أن يشهد البرلمان القراءة الأولية في مشروع الاتصالات والمعلومات وتقرير ومناقشة التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي بالقطاعين الخاص والمختلط، وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول بيان وزارة البيئة، وتقرير لجنة الصحة المشاركة في مؤتمر الدول الأطرافي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. من العراق إلى الجارة الأردن، حيث أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن العراق يمثل العمق الاستراتيجي لبلاده، وخلال عدة لقاءات منفصلة مع قادة أحزاب عراقية شدد الصفدي على موقف الأردن الثابت الحريص على تعزيز أمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الإرهاب ودعم العراق في التصدي للجماعات الإرهابية تتصدر أجندة بلاده، مشيرا إلى أن الأردن لن يقبل المساس بأمن العراق والعراقيين. هذا وقد أطلقت وزارة البيئة في الأردن مشروعا لجمع النفايات الإلكترونية التالفة ولمعالجتها ليتم بيعها كمواد قابلة لإعادة التدوير من خلال تخصيص مواقع لتجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة ومنتهية الصلاحية. أكثر من 25 عاماً على بدء مشاريع التنمية البيئية وإعادة تدوير النفايات في جمعية البيئة الأردنية، مشاريع ساهمت في إيجاد حلول للتخلص من النفايات الصلبة وتثقيف الأطفال والشباب بأهمية التدوير والمخاطر التي تواجه التنوع الحيوي للطبيعة. جمعية البيئة الأردنية ومنذ تأسيسها عام 1988 دأبت إلى التوعية والتثقيف البيئي في كافة مراحل ونشر الوعي البيئي، مما يساهم في معرفة الناس بأهمية البيئة، خاصة في وقتنا الحالي البيئة تعتبر من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام بها. تدوير المخلفات الصلبة أحد أهم الأقسام التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعريف المجتمع بمضار رميها على الطبيعة، وبورشات علمية وعملية أصبح لهذه المخلفات دورة حياة جديدة تسهم في الحفاظ على البيئة. ساهمت الجمعية في إنشاء العديد من المواقع في مدينة عمان، ودأبت إلى أن يكون برنامج التدوير البيئي ذا طابع بيئي متكامل من خلال المطبوعات البيئية والمنشورات التي تنفذها الجمعية، وتقوم بجمع وفرز ووضع حاويات مخصصة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات، وتقوم بعمل مسابقات بيئية متخصصة لجمع هذه النفايات الصلبة والاستفادة منها مرة ثانية. نحو أردن أخضر شعار يسعى إلى الحفاظ على استدامة التنوع الحيوي والسيطرة على التلوث البيئي، مشكلة تتطلب وعي المجتمع العربي والدولي للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة. إلى فلسطين، حيث استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع بجنوب الجنين، وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها الشابان ما أدى إلى استشهادهما. يذكر أن 224 شهيدا سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي، من بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين. في فلسطين نبقى مع سحر المشرق،
نتأمل أحد أهم الفنون الشعبية هناك، الفن الأكثر أصالة وصمودا وانتشارا وبهجة أيضا، هو فن الدلعونة. نتابع. الدلعونة الفلسطينية تحكي إحدى الأساطير القديمة أن شاباً من بلاد الشام وقع في حب فتاة تدعى عناه، وبعد أن انفصل العاشقان صار الحبيب هائماً ينادي دلوني على عناه، وتحولت العبارة مع الزمن إلى دلعونة. وهناك اعتقاد آخر يقول إن أهل قرية في فلسطين كانوا ينادون بعضهم بدلعونة عندما يطلبون العون في جني محاصيلهم الزراعية أو بناء منازلهم، حيث أن حرف الدال هو ال التعريف في اللغة السريانية القديمة، وعونة معناها العون أو المساعدة. ومع مرور مئات السنين أصبحت الدلعونة فناً شعبياً فلكلورياً لا يمكن أن تجد فلسطينياً لا يحفظ على الأقل بيتاً من أشعار ذاك الفن الشفوي المصحوب باللحن الشهير والمألوف من أولى نغماته. وغراب البين ما يخلوا لا بيارة، عزرايل وغراب البين ما يخلوا لا بيارة، دلعونة دلعن دلعن دلعون. الدلعونة جزء أصيل من التراث الفلسطيني، وهي دائمة الحضور في الاحتفالات والتجمعات، ومن الممكن أن يصاحبها رقص في الحفلات أو تغنى بشكل فردي أو جماعي في أثناء العمل، لا سيما عند جمع المحاصيل الزراعية وتحديدا قطف الزيتون. أما موضوعات الدلعونة فبالرغم من أنه يغلب عليه العاطفة والمشاعر، فالفلسطينيون أضافوا عليها كثيرا من الأبيات المتأثرة بنضالهم ضد الاحتلال، كونه جزءا لا يتجزأ من معاناتهم اليومية. وعلى مر الزمان وتواصل الأجيال يظل فن الدلعونة ناجحا في الحفاظ على شكله التقليدي القديم، فلم يتغير إيقاع ألحانه أو روح كلماته إلا بإضافات بسيطة تواكب التطور التكنولوجي للآلات الموسيقية أو الاحتياج الآني للتعبير بالكلمات عن الشيء الذي ينادي عليه المغني بدلعونة. ومن فلسطين الحبيبة وبسحر الفنون الشعبية هناك تنتهي معكم هذه الحلقة من المشرق العربي. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد فيرتيكال 11747. يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمامكم. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، إلى ملتقى.